السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالي من جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية. السلوك الصحي عند النحل، ما هو السلوك الصحي عند النحل وكيف نستطيع أن نربي في النحل السلوك الصحي، ومن الذي يتخصص في السلوك الصحي داخل الخلية، وما هي الاختبارات التي تدل أو الفحوصات التي من خلالها نتعرف أن نحلنا ذا سلوك صحي. محاضرة مقتضبة لأستاذنا الفاضل الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. بالنسبة لمفهوم السلوك الصحي، هو سلوك عند النحل من خلاله بيقوم النحل بتنظيف كل ما هو موجود في داخل الخلية قد يؤدي إلى الإضرار في الخلية، أو ممكن وجوده يحدث أمراض وما شابه، سواء كان حضر ميتة، سواء كان بقايا الأغطية الشمعية، سواء كان يعني بعض الأشياء التي ممكن أن تسقط في داخل الخلية خلال عمليات الكشف. كل هذه ممكن أنه يعني تعني أو قدرة النحل على التخلص من هذه الأشياء التي قد تكون ضارة بالنسبة للنحل، هو هذا مفهومي للسلوك الصحي. بالنسبة للسؤال الثالث والرابع، يعني بيكون هذا السلوك الصحي هل هو مكتسب أو وراثي؟ السلوك الصحي في كل النحل هو سلوك وراثي، ولكن في هناك تفاوت في السلوك الصحي. في عند بعض الخلايا نجد فيها سلوك صحي عالي، وبعض الخلايا أو بعض السلالات بيكون عند السلوك الصحي ضعيف. كيف نطور السلوك الصحي عند النحل؟ عن طريق الانتخاب والتحسين. فنختار عند تربية الملكات الخلايا التي فيها سلوك صحي عالي، ومن ربي منها ملكات أو ذكور. المسؤول عن السلوك الصحي في الخلية الملكة. أما بالنسبة لفحوصات السلوك الصحي، فهناك العديد من الفحوصات، يعني أذكر ما أستطيع أن أتذكره في هذا الوقت. ومن هذه الطرق هي مثلا قشط حضنة الذكور، بالمقشط الخاص بالعسل، بختمة الشمع الموجودة على العسل. فهنا مثلا نخشط حضنة الذكور ونراقب بحجم معين، يعني بدنا نعمل هذا الحجم، لنفترض 10 سنتي المساحة، 10 سنتي في 10 سنتي، ونراقب، نعمل هذا الفحص في عدة خلايا ونراقب هذه الخلايا ما هو الوقت الذي استغرقه النحل حتى يقوم بتنظيف هذه العيون من الحضنة، من حضنة الذكور الميتة. ممكن فحص ثاني مثلا عن طريق ان امسك دودة عث او دودة الشمع والقيها في داخل الخلية وانتظر قليلا، تبقى هذه الدودة تحت المراقبة، واراقب النحل كيف ردة فعل هذا النحل مع هذه الدودة وكيف سيتصرف معها. هل سيحاول الهجوم عليها وقتلها وإخراجها من الخلية أو لا؟ ممكن عن طريق مثلا أجيب شيء من نشارة الخشب وأضعه في داخل في أرضية الخلية جنب الأقراص، وأشوف برضو ردة فعل النحل، أو أراقب باليوم الثاني وأشوف هل بقي في شيء من نشارة الخشب هذه في الخلية، أو إنه النحل تخلص من كل هذه النشارة وأصبحت أرضية الخلية نظيفة كما يجب أن تكون. هذا بالنسبة للأحجام الصغيرة اللي ممكن أن تتواجد في داخل الخلية. لكن مثلا إذا كان في عنا حجم أو شيء النحل لا يستطيع إخراجه، ما بيقدر يحمله، ما بيقدر يتخلص منه، ما بيقدر يخرجه من الخلية، فممكن أني أضع شيئا ما، يعني أغلفه بشيء وأضعه في داخل الخلية وراقبه، يعني هل النحل يقوم
بتغطيته في البروبليس أم سيبقى هذا الجسم كما هو؟ فإذا كان إذا النحل غطاه في البروبليس برضو بكون هيك في عندي سلوك صحي في داخل هذه الخلية. السؤال اللي نسيت أنا أحكي فيه اللي هو هل السلوك الصحي هو خاص بالفاروة؟ فالجواب لا، لكن يعني سمعنا أنه في هناك دراسات تقوم على تطوير نحل يستطيع أن يستشعر بوجود حضنة الفاروة في داخل العيون السداسية المغلقة، ومن ثم يقوم النحل بفتح هذه العيون السداسية المصابة بالفاروة قبل نضوج هذه الفاروة، بحيث أنه لا تصل هذه الفاروة إلى سن البلوغ أو سن التزاوج في داخل العين السداسية، وبالتالي بيكون هيك النحل حد من انتشار الفاروة. لكن ما بعرف هذه الدراسات هل هو وصلوا فيها الباحثين لشيء معين أو لا. تحياتي.